في حاجه جديده كده اكتشفتها لذيذه جدا اسمها ساينبلز، حاجه لطيفه كده تجيب لك حته كده شبه الكوره وممضيه من لعيب من لعيبه كبار. خلاص بيعملوا حاجه من اتنين ساينبلز دول الشركه ديت، يا اما بتبقى عارف من الاول هو مين، يا اما بتختار واحده ميستري يعني اللي هي بتبقى انت وحظك، بتفتح البوكس طبعا بتلاقي بقى جوه بقى على حسب انت مين اللي يطلع لك، يا اما بتشتري انت وانت عارف مين اللي جوه الحاجه دي. فانا بصراحه يا جماعه حبيت اشارك معاكم حاجه لسه واصله لي من بره. شايفين شكل الكوره؟ باريس سان جيرمان مين رقم 30 بالظبط؟ ممضي من ميسي. اتفضل. عندهم كمان نيمار، عندهم مبابي، عندهم فيراتي، عندهم حاجات لارسنال، عندهم حاجات ليفربول، عندهم. بس انا قلت اجيب ده لازم يبقى موجود عندنا. بدور بقى اشوف لو في واحد زيه مان يونايتد رونالدو هيبقى ممتاز جدا، ونشوف ساعتها ايه الاخبار. تعال نشوف من جوه كده بالراحه، لان الحاجات دي بتبقى كولكتبلز بقى عاليه شويه كده للاقتناء. بص الشغل العالي بقى وبعدين نزقها كده عشان نشوفها مع بعض. ما انا عودتكم احنا بنشوف الجديد كله مع بعض. بص الشياكة يا جماعة، عين في الظهر مكتوب عليه الاسم الرقم تاريخ ميلاده مكانه فين في الملعب والكلام ده كله. بس اتمنى تكون حاجة زي دي عجبتكم، وانا زي ما وعدتكم كل شوية هوريكم ايه الجديد اللي موجود عندي ان شاء الله رب العالمين. اتمنى تكون دي حاجة عجبتكم، وتعالوا بقى نشوف ايه اللي ممكن نلاقيه تاني نجيبه عشان يبقى عندنا حاجة زي ديت، وأستنى في تعليقات أسمع منكم رأيكم فيها عاملة إزاي، عشان أنا بصراحة عجباني جدا ومنبهر بيها ومبسوط إن اللي جات لي في الأول هي ميسي. تمام، أنا قعدت أقلب عليها الدنيا ولحد ما لقيتها في مكانه والحمد لله رب العالمين جبتها. أشكركم يا جماعة، وتعالوا بقى نشوف هنأنبوكس إيه المرة الجاية. يلا بينا، باي باي.